الحقيقه الشياطين الحمر مولعينها بالمعنى الحرفي للكلمه. للاسف نهاوند هتكون الاسبوع ده يعني اجازه، فخلوني انا بقى بعد اذن حضراتكم انا اللي استهل معاكم حلقتنا النهارده واقول لكم صباح النصر وازود عليه صباح السعاده وصباح الفخر وصباح العزه وصباح كل حاجه حلوه الحقيقه كلنا يعني سعداء بيها بعد الانجاز كمان الكبير اللي حققه في النادي الاهلي في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه. عندنا كلام كتير جدا، والنهارده في حلقتنا دي هنقف مع حضراتكم عند كل التفاصيل المتعلقه بالارقام اللي النادي الاهلي حققها. هنسرد لحضراتكم الارقام دي وهنفصصها وهنحللها وهنعمل كل حضراتكم يعني كل حاجه حضراتكم عايزينها، والحقيقه في حاله سعاده غامره وإن كانت بين قوسين منقوصة إلى حد ما، لأن الحقيقة فرصتنا كانت عظيمة في النسخة دي من كأس العالم للأندية إن احنا نشوف لاعبتنا بيلعبوا في ماتش النهائي في المنافسة على المركز الأول والثاني، المنافسة على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية. والحقيقة اللي احنا شفناه في مشوار النادي الأهلي في النسخة دي تحديدا ولا سيما لقاء الأهلي مع اتحاد جدة والشوط الأول من النادي الأهلي ولقائه مع فلومينينسي البرازيلي كان كافي ان احنا نرفع سقف الطموح وسقف التوقعات ونشوف ان احنا وصولنا للمباراه النهائيه ده هيكون عن جداره وعن استحقاق. لكن هنرجع ونقول كان اداء مشرف، قدر الله ما شاء فعل، النادي الاهلي بيحصل على الميداليه البرونزيه للمره الثالثه في اخر اربع نسخ والمره الرابعه على الاطلاق في مشواره في هذه البطوله المونديال.